خلتنا انه تكون عندنا فكره حتى على الامراض اللي كاينه في 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 هذه المنطقه. غدا نقدروا نحسنوا ان شاء الله ونبادروا بمبادرات اخرى. نشكر دائما نشكر الناس اللي سهلوا لنا المهمه. نظرا للظروف الاستثنائيه الصحيه اللي تمر بها البلاد وتخوف المواطنين للتنقل الى المستشفيات، اثرنا التنقل في اطار القافله الطبيه الى المرضى لتكفل بهم وعلاجهم عن قرب. هذه مبادره طيبه لرفع معاناه المرضى في مناطق الضيق، ونحن في خدمه المريض وعلى استعداد لتلبيه النداء في اي وقت. جاو يعالجوا الشعب، واحد مريض مع الصوار، واحد خادم، واحد ويتعاون في دولتهم ويكفى خيرها. نشكر هذه الجمعيه الخيريه التي اتت بهذا الجمع الاطباء لمعالجه المواطنين البسطاء. ماذا بنا يعاودوا هذه القافله ويجيبونا اطباء مختصين.